بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقلنا أن الآية تعرضت لا لأمر الولد والوالد، ولكن تعرضت لكل نفس عن كل نفس، فوردت فيه آيتين. الآية الأولى: واتقوا يوم يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وردت مرتين، بس صدر الآية متفق والعدد مختلف. لا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. والثاني ايه؟ لا 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 يقبل منها لا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نجيب نقول ما دام فيه نفسين، لا تجزي نفس عن نفس. النفس الاولى دي اللي هي الايه؟ اللي هي المتحملة الجزاء الجازية، وعن نفس اللي هي المجزية. يبقى عندنا واحدة تستحق العقوبة وواحدة تتحمل عنها العقوبة. الأولانية إيه؟ لا تجزي نفس، أي تتحمل العقوبة عن النفس الأخرى. يبقى دي نفس جازية، الأولى نفس جازية والثانية نفس مجزي عنها. الآية اللي قالت لا يقبل منها عدل، العدل اللي هو يعني من الفدية، يعني أنا عملت إيه؟ أفداه بكام فلوس؟ خد خد الفلوس، ما فيش كلام من ده في الآخر. ما تقدرش النفس المجزي عنه بذاته تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفدية. مش يودوا إيه الواحد منهم لو يفتدي يومئذ بإيه؟ ببنيه وصاحبته وأخيه. يقول له لا، يبقى النفس المجزي عنها أول ما تعمل كده تقول للي حيجازي اللي يملك الجزاء خد فدية وبلاش تجازي. الفدية دي اهي، يقول لك ايه؟ لا يقبل منها عدل. ما قبلش العدل تسكت وتيأس، تروح لواحد له جاه ولا له منزلة ولا اي حاجة تقول له توسط لي واشفع لي عند مين؟ برضو لا تنفعها شفاعة. يبقى اول مرحله في المس المجزي عنها تعمل ايه؟ تقدم العدل. يقول لك مش هيقبل، ما يقبلش، يجيب واحد يشفع له ولا تنفعه شفاعه. خلاص. طب جه بقى النفس اللي هتجزي عنه، اللي هي النفس الايه؟ الجازيه. نقول بقى اول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له يا شيخ انا جاي اشفع عندك لفلان. يقوم ما يقبلش الشفاعة، يقول له على ايه بقى؟ انت عايز منه كام وانا ادي ادفعه لك. الله، يبقى هيقدم ايه؟ الشفاعة. لا، ويأخر العدل. دوك قدم العدل وأخر الشفاعة، لأن العدل تبقى حاجة ذاتية من عندي بدفع عن نفسي، إنما الشفاعة بغيري. النفس بقى الجازية لما تروح تشفع تقول له أنا أشفع عن كان ليا كرامة عندك ومنزلة، اتنازل عن الحق بتاعك لفلان. يقول له لا ما اقبلش. يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه ايه وانا ادفعه. يقول له ما يمكنش. يبقى اذا النفس اللي جاجي اول ما تعرض ايه؟ لا، تعرض الشفاعه. ولما ما يقبلش الشفاعه تقول له خد الايه؟ ام قال لك لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. يبقى اذا زيل هذه الايه لضمير عاد على الأول، والثانية زيلها لضمير عاد على مين؟ على الثاني. يبقى تنتهت الايه؟ انتهت المسألة. هنا بقى الوالد والولد ومش عارف ايه، هما انهو اللي حنانوا على الآخر، الوالد على الولد ولا الولد على الوالد؟ يوم لما يشوف ابنه هيتعذب كده يوم يجزي عنه، لأنه حنانه وعطفه هو يعمل. فقدم لا يجزي والد عن ولد، وبعدين جاب مولود عن إيه؟
كان مقتضى الكلام يقول لا يجزي والد عن ولده ولا ولد عن ايه عن والده ولا ولد عن والده. شال كلمة ولد وحط مولود ليه؟ عشان تعرف ان مسألة هندسة كلام رب. قال لك الذين في اول الاسلام كان لهم اباء ماتوا كفار، ماتوا ايه كفار، فظنوا ان وصية الله بالاباء والشكر للوالدين تبيح لهم انهم ايه يجزوا عنهم، فانزل هذه الآية قال اوعوا تطمعوا يا اولاد في انكم تشفعوا لابائكم اللي ماتوا ايه اللي ماتوا كفار. كلام على الاول. هنا كلمة ولد ومولود، المولود هو المباشر للوالد ده مولوده، انما الجد وان علا يبقى والد ولا مش والد؟ فاذا كانت الشفاعة لا تقبل ليه ده من المولود لوالده يعني المباشر، هتقبل لجده؟ ما تنفعش. يبقى لازم يشيل كلمة ولد ويجيب ايه ويجيب كلمة مولود، لان المولود هو المباشر للوالد، انما الولد يبقى جده والد وجد جده والد وجد جده ايه والد وجد جده ايه والد. فاذا كان قد نفع نفع الشفاعة إيه؟ من المولود للوالد، فيبقى تنفى عن الولد لايه لاجداده ولا. يبقى لازم يشيل لها ولد ويجيب مولود. مسألة مش مسألة رص كلام، مسألة حكمة ايه حكمة متكلم. لا يجزي والد عن ايه عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هنا الوالد يجزي عن الولد امتى والولد يجزي عن الوالد امتى؟ نشوف كده. الوالد عنده الولد، الولد ده ضعيف ورعاية ومش عارف ايه، يقوم لما يشوف حاجة تألمه يقوم ايه يعمل ايه يشفع له يفزع له، لانه مش عايز ابنه يتألم. طيب والولد بالنسبة للوالد مش الإيلام، لان ايه الراجل كبير الوالد كبير، الولد مش عايز هو الصغير ده ان ابوه انهان، يقوم يشفع في الإهانة للوالد، والوالد يشفع في الإيلام للولد. يبقى ده له مكان وده له ايه ده له مكان. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. طب كلمة وعد، عرفنا أن الوعد هو إخبار بشيء يسر لم يأتي وقته، والوعيد في الغالب يكون إخبار بشيء يؤذي بس لم يأتي بعد. إيه فائدة الوعد وإيه فائدة الوعيد؟ فائدة الوعد أن تخبره بشيء يسر بس لسه زمان ما جاش ليستعد له في أن يجيء، توعده إن نجح، توعد ابنك إن نجح ها تجيب له كذا، تجيب له بدلة، تجيب له عجلة، تجيب له مش عارف إيه، يبقى بتبشروا بشيء هذا الشيء لسه زمنه ما جاش، والغرض منه ايه؟ الغرض منه انك تشجعه على العمل ليصل الى هذا الايه؟ هذا منه. طيب ونكمل عكس الوعيد، ان سقطت انا همنعك من التعليم وهمنعك من المصروف وهعملك مش عارف ايه. وفايدة الوعيد ايه؟ ان هو يحترز من ان هو يكون موضوع لهذا الوعيد فيجدعا ويشتغل وشغل. يبقى اذا الوعد حق. طب والوعيد ما هو حق برضه، بس اصل الوعد حق بيجيب للنفس ما تحب، انما الوعيد يمكن حيمنع عنك ما تحب من شهوة ووا الى اخره، فجاب ان وعد ولا الاثنين وعد، لان ما دام يقدم. ولذلك حق سبحانه وتعالى يتكلم في النعم، نعم ايجاب ونعم سلب. مثلا احنا قلنا زمان في سورة الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ده جايب نار وجايب شواظ وجايب مش عارف ايه وبتاع ده. قال لك ايوه، لان قبل ما تيجي النار
نصحهم وحذرهم. يبقى النصح والتحذير والوعظ نعمة لأنك ما خدتوش على غماها. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى الوعظ والتذكير ده نعمة ولا لا؟ لأنه قال مثلا إن كانوا من دونهما جنتان فيبقى كويسة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنما لما تيجي في النار تبقى إزاي دي نعمة؟ نقول لك لا، تذكيره تخويفه من النار قبل أن يأتي زمن النار نعمة، لأنه لم يتركه هكذا بل نبهه إلى كذا، يبقى دي إيه؟ يبقى دي نعمة. إن وعد الله حق. وليه وعد الله حق؟ شو معنى وعد الله حق؟ قال لك لأن الوعد الحق هو أن يملك من وعد إنفاذ ما وعد به. وأنت إذا نظرت إلى غير الله لا يمكن أن يكون حاكما بأن ينفذ الوعد. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما توعد بتوعد واحد وتوعده بخير، أنت ما ضمنتش إنك توجد لحد وفاء الوعد، ما ضمنتش إن هو يوجد يموت، لا موجودين الاثنين، ما ضمنتش ان السبب من اجله يتغير، يمكن يعمل حاجه بعدين ما يستحقش انك تنفذ له الايه الوعد، يمكن يتغير رايك، يمكن تمرض ولا تروح له الميعاد اللي هتديله فيه الايه الخير. اذا فانت لا تملك واحدا من اسباب انفاذ الوعد. يبقى تادب وضع الامر لمن يملك كل اسباب انفاذ الوعد وقل الا ان يشاء الله. حتى لما ما تقضيش تقول ربنا ما شاءش، هو انا قلت لك انا هعمل ما شاء، يبقى ربنا بده يداري كذبنه، مش عايزنا نطلع كذابين، مش عايزنا نطلع فشارين ونقول انا هعمل لك وانا هعمل لك وانا هعمل لك، يردف ذلك بان شاء الله، يبقى خرج من المسؤوليه ولا لا؟ يبقى كان قدر الله في الاشياء صيانه لعبيده. يقول لك القدر بقى عامل ايه؟ يبقى ربنا عامل القدر ده عشان ايه برضو؟ عشان يريح عبيده والعبيد، توصي واحد انه يعمل لك شغله وقد يعمل وقد لا يعمل، تقوم انت تزعل منه. لكن ان نظرت الى قدر الله في الامور وان الله لا يقضي في الارض حتى يقضى في السماء، ما تظلموش وتزعل منه وتبوز وتقعد تقول ده كذا وتقعد تتناوله وتعمل. يبقى قدر الله ربنا جاي يحمي ايه؟ فيحمي البشر كله، يروحنا للقدر. وحد يقدر يتكلم في القدر بقى؟ ما دام قدر نقدر اتنفس. ولذلك اخر واحد يقدر يقول قدر ربنا، خلاص قدر ربنا. ما قدر ربنا يبقى لازم له حكمه، وما دام له حكمه يبقى ما فيش ايه، ما زعلش منك ولا تزعل منه. قول لي. ولذلك الناس الذين يظنون ان فلانا صنع لهم كذا ويتولى بقى بالايه بان الجميل، ويخلي الجميل ده يمكن يجامله بالباطل بعد كده، نقول له لا، العاقل حين يقضي امرا لواحد يفهم تمام ان قضاء الامر جاء معه لا به. القدر قضاء النهارده بس جه وهي طلبي انا، ويريد ان يكرمني في نظرك. ولذلك الطبيب اللي يروح الولد يشفى، الطبيب المؤمن المسلم يقول لك ايه؟ الشفاء جاء ايه؟ معي لا بي. انما ربنا اراد الشفاء في الوقت ده خلاه يجيني، ام كرمني بهذه المساله. انما اللي مين اللي عمل؟ ولذلك ما يقول لك الطبيب يعالج والله يشفي، الطبيب يعالج والله ايه؟ يشفي. يبقى مين اللي يقول بقى افعل ويعد وعد حق؟ من يملكها؟ وأنت لا تملك أي شيء من عناصر وفائك بالوعد، أقلها أن يتغير رأيك. إن وعد الله حق. وما دام إن وعد الله حق تبقى لازم تأخذ الأمور التي وعد الله فيها بالخير فتفعلها، والأمور التي أوعد الله فيها بالشر فتتجنبها، ولا تغرنك الحياة. ايه تغرك؟ قال لك انت فاهم ان الحياه دي هي بس هي الحياه، ما وراهاش حاجه ابدا، خلقناكم عبثا وانكم الينا لا تنظرون. لا، اوعى تغرك الحياه بزينتها وبزخرفتها. ولذلك
الحق سبحانه وتعالى يضرب مثلا مش ينفرنا من الحياة، يجعلنا نحتاط في إقبالنا على الحياة، وإلا فحب الحياة مطلوب علشان مصالح العمارة وعلشان كل حاجة. فيقوم واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا، هيجيب لها اسم ألعن من ده. إيه بقى اسمها الإيه؟ الحياة الإيه؟ يبقى المقابلها إيه؟ لازم أقول أدي واحدة. اضرب لهم مثلا الحياة الدنيا مثل ملموس. إيه نضرب لهم مثلا؟ إيه كماء أنزلناه من الإيه؟ سماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبحوا بعدين بقى الزهر ومش عارف إيه، وبعدين يصبحوا إيه؟ هشيما تزرعون. كذلك الدنيا تزاجي، تبدأ بابتداء مطمع وتنتهي بانتهاء ميئس. خذ الدنيا على هذه الإيه؟ على هذه الصورة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح في غرور وفي غرور، الاثنين مأخوذة من شيء. غرك بشيء، غرك يعني ايه؟ الرجل الشاعر حب يوضحها مع البنت اللي كان بيحبها اسمها فاطمة، فبيقول لها أفاطم مهلا، يعني بعض هذا التدلل، ما تدلليش كده كله على طول كده، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي، يعني استزوائي شوية، خف المسائل. أغرك مني أن حبك قاتلي؟ أغراك بيه وخلك تزل فيه وتعملي ما تشائين أن الحب بتاعك يعني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي؟ يبقى معنى غرك يعني إيه؟ أدخل فيك غرورا، هذا الغرور يجعلك تعمل إيه؟ تقبل على الأشياء في كنف هذا الغرور. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الغرور الشيطان، لأنه غرك بإيه؟ غرك في غرور للطائعين وغرور للعاصين، حكم كل واحد عنده له إيه؟ إيه غرور العاصي؟ يغرك بالمعصية ويقول لك ربنا غفور رحيم، هو غفور رحيم، وهو أبوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له، أنا بقول ثاني، أنا بقول على أبوكم يعني الله. ولذلك بعض الصالحين حينما سمع القارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، إيه اللي غرك يعني؟ في أنت اتريقت أو اتدلعت خالص كده، أصابك شيء غرور بالعمل ده؟ فقال هو أجاب الكريم، لأن كرم هو اللي غراني، كرم هو اللي غراني، وهو لو كان يعني شد علينا شوية يمكن ما كناش إيه، ما كناش إيه، يبقى الكرم هو اللي إيه اللي غراني. ولذلك الراجل اللي قال له إيه، كان عليه فلوس 5 سنين، كان زمان فضة كده، فجابها له وادها له بدينه، فاللي صاحب الدين خدها لقاها مسحة، لما لقاها مسحة أم رجعها له، قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها، لو كنت كريم. أم واحد استغله قال له شو أنت الصلاة بتاعتك دي مش عجباني، صلاة نقر كده ونقر، جاب له حكاية الخمسة ساق، قال له بالله لو واحد عليه لك 5 ساق وجابها لك مسحة ترضى تاخدها؟ قال والله إن كنت كريم ما رجعها، أو يقبلها وخلاص. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. والغرور بقى، يبقى الغرور انك انت تختار، والغرور هو من يغرك. إن الله عنده علم الساعة. يا تجبها بعد كان لا تغرنكم الحياة الدنيا، قال بيفكرنا الحياة الدنيا دي يا دنيا، بس خد بالك ان ايه الساعة، بس الساعة ما تفتكرش بس انها القيامة، لان من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا دي عمرها من ادم الى ان تقوم الساعة. هل انا بستفيد من ادم الى ان تقوم الساعة، ولا العمر الدنيا في نظري هو عمري فيها؟ تبقى الدنيا هي ايه بقى بالنسبة لي؟ عمرك فيها.
ما تقولش تطويلة ولا قصيرة. وبعدين عمرك لا تستطيع أن تتحكم في انتهائه، لأنه صاحب عمرك ثاني زي الجنة في بطن أمه، عمرك يوم، عمره شهر، عمره ما تعرفش تتحكم. يبقى أبهم الله كما أبهم الساعة أبهم الإيه؟ الأجل. وأبهمه ليه؟ قال لك وفي الإبهام أوسع البيان. أبهمه عشان يبينه، بقى أبهمه عشان يبينه. قال لك آه، لأنه هو لما أبهمه جعل النفس البشرية تترقبه في كل لحظة، فكأن كل لحظة ممكن يجي فيها الموت. وما دام كل لحظة ممكن يجي فيها الموت يبقى أشاع الموت في كل الزمن، وما دام أشاع الموت في كل الزمن يبقى الإنسان يخشى أن يموت وهو على إيه؟ وهو على معصية. يبقى الإبهام هنا عين الإيه؟ عين الإيه؟ عين البيان. وإذا اللي يموت ما انتفعش ببقية الدنيا لغيره، يبقى قامت قيامته، لأنه ما يمكنش أن يتدارك ما فات ويؤمن ويعمل عمل صالح، ما عادش تبقى الساعة جت ولا لا. ولذلك اوعى تحسب ان اللي مات من اول ادم والمتاع ده هيقعد المدة دي كلها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ليه؟ قال لك لان قياس الزمن انما يأتي بالاحداث، فحيث لا يوجد حدث لا يوجد زمن. احنا قلنا زمان ان اللي ناموا اهل الكهف لما سألوا بعض وصحوا كم لبستم قالوا ايه؟ يوما او بعض يوم. قال ده لبسوا وبعدين حيقول 300 وازدادوا 9. قام قال لك لا، لان اصل النوم ما فيش فيه حدث فيه، فما يقدرش يقول. وايضا لانهم حينما تواجهوا لم يجدوا تغيرا فيهم، وجدوا انهم صحيهم على هيئة ما كانوا، شبان الشعر لسه اسود والسن صغير وبتاع. فاي اقصى ما يمكن يقول يوما او بعض ايه؟ او يوما او بعض. ولذلك قلنا برضو او كالذي حج ايه؟ لا لا لم ترى الى لا مر على قرية وهي خاوية ايه؟ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خوي على عروشها يعني كل اللي فيها ماتوا وكل حاجة انتهى. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحييها بعد موتها؟ أدى طيب، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعدين سألوا كم لبست، برضو ما فيش جواب إلا يوما، لأن دي أطول مدة الواحد يمكن ينام، يوم أو بعض إيه يوم. إذن هو لم يرى شيئا تغير في حياته، ما كانش شاب كده ولقى نفسه ايه عجز ولا شعره بيده ولا ما هو يوم او بعض يوم. قال له ربنا لا، بل لبست 100 عام. ويريد الحق ان يدلل صدقه في يوم او بعض يوم، اللي هو مين؟ الرجل. ويريد ان يصدقه، يجعله يصدق قول الله 100 عام، بقى يوم او بعض يوم ومئة عام، شوف الفرق قد ايه. قال له انت كان معك ايه؟ كان معك الحمار اللي كنت بتركبه، وكان معك طعام انت حيله عشان تاكل منه. انظر الى طعامك، فوجد الطعام لم يتغير ابدا، محمودش. يبقى صدق في انه يوم وبعض يوم، الطعام ما تغيرش. قال له انظر للحمار، وجد الحمار اشلاء وتراب وعظام. طب ويبقى في يوم واحد يتعمل بالشكل ده؟ العملية مش عارف ايه. يبقى الله صدق في 100 ايه؟ وصدق الرجل في يوما او بعض ايه؟ وهو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط. ان الله عنده علم الساعة. الآية بقى جايبة علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي ايه؟ بأي أرض تموت. الخمسة، وبيقول دي الخمسة التي استأثر الله بعلمها، كلام مش محرف بقى. هي دي كل الغيب اللي ربنا احتفظ بيه، بل كل الكون فيه غيبيات عن نطاش.
مش خمسة بس، لابد أن تكون هذه الخمسة هي المسؤول عنها، وكان الجواب على قدر السؤال. إنما إيه؟ طب بالله لو أن الريح جه وشال شوية رمل كده وبعترهم في الكون، حد يعرف الذرة دي راحت فين ودي راحت فين ودي راحت فين؟ هو يعلمها. يبقى ده برضه من علم الغيب اللي ما حدش يعرف. طب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله. ده إذا كان بيقول في النعم اللي بتنتفع به، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن العجيب إن الأسلوب أسلوب رائع الأداء، ما دام هتنعد يبقى فيه حاجة كتيرة متعددة. ده هو قال نعمة، وإن تعدوا نعمة الله ولا نعم الله؟ نعمة. كأنك اوعى تفتكر إن النعمة دي نعمة كده أنت مسميها نعمة، ده في طيها نعم لو حللتها إلى عناصرها لما أمكن أن تعدها، وهي نعمة واحدة. وكلمة أن تعده وإن تعده ده يبقى أن الشك اللي في الشك، لأن الشيء المحقق يقول إذا وإن للشك. قال لك لأن لم يقبل أحد أبدا على إنه يعد نعم ربنا. طب هم عملوا الإحصاء في كل حاجة لها إحصاء، هل حد عمل إحصاء لنعم الله؟ ليه ما عملوش إحصاء؟ ليه؟ ده في معاهد وكليات وجامعات بس للإحصاء مخصوص. ليه؟ أم قال لك لأن الإقبال على الإحصاء ظن بأنه يمكن، فعدم قبولهم على إحصاء النعمة دليل على أن دي مسألة مش إيه؟ ما نقدرش عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا إيه؟ لا تحصوها. برضو المستشرقين جم لنا هنا في النعمة. فواحد قال مرة يقول ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ومين والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ لغفور. الله إيه الحكاية؟ نقول له آه يا أخي لأنك أنت أغفلت إنها بس نعمة، مش فيه نعمة وفيه منعم عليه وفيه منعم، مش كده عناصر إيه؟ نعمة إيه؟ ومنعم ومنعم عليه. هل المنعم عليه أدى حق النعمة شكرا لله إيمانا به والتزاما لمنهجه؟ ما أدىش. يبقى الإنسان إيه؟ ظلوم وإيه؟ جهول كفار. طيب هات بقى ده من ناحية المنعم عليه. طب هل منع الله عن عبيده نعمة لأنهم جحدوها ولم يشكروها؟ بناء ليه؟ لأنه غفور إيه؟ غفور رحيم. يبقى واحدة تعرضت للمنعم هو غفور، ومحرة تعرضت للمنعم عليه لأنه إيه؟ كفار ويجحد النعمة. فلا كفره منع النعمة ولا منعه من مغفرة ربه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.